من صغري وانا لباسه كنت كنخرج بالسريوات مقطعين هيدايا بالسوفيت مات بحال هيدايا دابا عندي لبسه ما ندوش بها من 8 ل 10 نرجع للدار كانت الدار قريبه من المدرسه نرجع نبدله ونرجع نمشي نلبس لبسه اخر نفق صغيره وانا كنتعرض للتحرش من الدراري يعني كنت كنعرف المدرسه كتجي اخرى كتبغي تضربك كتجي هذاك وحنا طالعين هيدايا بالنسبه للاسم ديالي هو اصاله فهمي السن 20 سنه كما قلت لكم انا عارضه ازياء في مضيق يعني بالنسبه للعرض الازياء بالنسبه للعرض الازياء دخلت له في سن كنت كنطمح انني ندخل قبل اولا ندخل للشاشه ديال السوشيال ميديا قبل في 2017 مي في 2018 كتب انني ندخل نبقى نخرج المهم خرجت من المدرسه بقيت كان يعني فهمتي بقيت حب انني عقلي في المانكا اولا في الشهره نورمالمون لقيت واحد نجاح كبير هذا العام ومهم لا في الموديلينغ لا في يعني في التيك توك لا في انستغرام كلشي كيعرفني مهم ولكن كاين مشاكل بزاف شوف اللقب عم نقول لك واحد هذا دائما هذا السؤال كيطرح لي من الصحافه هذا السؤال الوحيد اللي مطروح دائما اللقب كنعطيه لواحد العيد ديال الحومه اللي هو دابا اسبانيا المهم واحد ديكاس ليلو لا العيد الحومه اميغو ديالي انا كنجمع الاميغوس بزاف كون صافي كنت كنخرج بسريولات مقطعين هيدا انا قلت لك من صغري وانا لباسه كنت كنخرج بسريولات مقطعين هيدايا بالسوفيت مات بحال هيدايا دابا كنت كنخرج وشعري زهر كان طويل وكان جمعوا هنا وهذا وكانوا كيطلقوا الدياسك تشاكيرا وهذا كنت كنوض نشطحوا عليهم بحال الرقص في التيك توك قبل ما يخرج الرقص في التيك توك كنا كنشطحوا في الشارع المهم كنا كنعملوا الله لا شفت ما نقول لك شي كاين شي ديسكو ما يمكنش شي مدرسه الناس كيقراو حنا كنشطحوا المهم كتعجبني هذا الديسكو ديالها كيعجبني هذا الديسكو ديالها عاد وكا المهم انا كنت كتعجبني بالنسبه للشعر ديالها بوكلي والفورمه ديالها حتى اللباس ديالها كتفهم في اللباس على حرية وكتصدع كدرون المهم حتى انا كنرون كيعجبني انا الحال كيعجبني الحماس هاسي شي حاجة ديال الصداع دي جي انا معاك كان عطيني لقب شاكيرا حيت كنت فيما كيسمع هذاك كنت انا الحال خي بقى وكنلبس ومزيونة ولا كيجي كيتخيل دار معايا كتعور فيا المهم مشاكل ماشي بزاف غير شني فورمة ديالي رقيقة يعني رقيقات هي بيدها كانت رقيقه وانا بيدي كنت كنجمع ديك الجمعه هيدايا فهمتي مهم يعني اللباس يعني معري هما على حسب اللقب عطاوهاني على حسب اللباس المعري حيت كنت كنلبس المعري بزاف وباقي حاليا كنلبس المعري صافي هادشي اللي كاين باقي حاليا كيعيطوا لي بها ومشات لي اصلا بحال رجعت اسمي ديالي بحال رجع لي الاسم ديالي هو شاكيرا ما بقاش الاسم صافي تقول له اصاله يبقى يقول لك واش النوع عاود تقول لي اسمك ما كيحفظوش اسمي فهمتي عندهم ديك اللقب غير كتحفظ ماشي بحال الاسم دائما دافون تعرفي تحرش دائما دافون يعني من خلال الباس ديالك وديك الشيء واش كتعرف دائما والدراري مقرب لي نهائي دائما دافوني ما بعطيتو الله يسمح لي لا حبيبي ماكم الدراري ودابزو شي المهم هادشي اللي كنقول زعما صراحة ماشي دفن زعما على الزعيم ولكن دفن زعما حيت هاديك النقية عزيزة علينا ما دهاتكو شي فهمت كتجيو من نفس على العائلة الحومة ديالهم كدهاتكو شوية الحومة كيفاش كي مشاو ماتو قتلوه كنت كنشوف في التلفاز هاديك الشيء انا دائما كان باكي هبط من سبت هاديك الشيء ومجلات وكنت كنشوف عارضة ازياء في المجلات ديال سبسة كنت كنتعلم سبحان الله انا من ديك النوع اللي كياثريني الحوايج كتاثريني الماركات وكنت كنقلب وكنبقى نمشي نبي ديالي وكنبكي كنقول يا ربي رجعت انا بحال هيدايا وتشوف سبحان الله اقسم بالله بقى عقل حد الان دابا الناس اللي كيتبعوني طلع شي وحده من الحومه تقول لك اقسم بالله الا كانت كتقولها وعملات كنت كنجيب الكتوبه الناس كيقراو كيجيب الكتوبه تفاطر قلم الرصاص ولا يكتبوا امتحانات وانا كنجيب الكتوبه كنبقى نشوف في المانكات كيفاش كيلبسوا كيفاش كيزوا الساك كيفاش 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 حتى رجعت انا اليوميات ديالي مشى من المدرسه نقرا وانا مشى من اللبسه ما مشاش بالكتب مشى بالمكياج بالحوايج كنبدل ونعاود نبدل نهار دابا عندي من الصباح ل 12 القرايه عندي لبسه ما ندوش بها من 8 ل 10 نرجع للدار كانت الدار قريبه من المدرسه نرجع نبدلها ونرجع نمشي نلبس لبسه اخر كانت ماما كتعطيني قاتله ضد الدق
علاش كتبدل هاد اللبسه تتوسخ؟ وانا هايده كنبقى نخلي هذيك النسخه عاود عليا ونرجع للمدرسه ونديها في المحفظه ونبدلها وتحمقت بحالي. المهم باقا كنحمق الله يسمع لي منه. اي والله زعما هادشي مشى لي في الدم ديالي انا دابا حاليا. دابا تقول لي متعاوشين ومتعاوشي معاك ما نتعاوشش عليك ولكن من كنتعاوش يعني دابا غير تفاير معايا ما نعقلش يعني دمي سخون فهمتي دمي سخون يعني غير تأدي فيا في شي لقطه ماشي هي هذيك كنجبر انا يدي طوالي عيط والو عليك. طلعت من عند المحامي ديك شي حتى ثاني واحد العائله اللي في السكه هي اسمها نوره كانت هي بدمانكا ما مش شي عندها مشاكل صافي وعطتني الوجه ديالها عطتني الوجهه ديالها وصافي مشيت انا وخدمنا فيديو كليب تما بقينا كنتعرف. شوف عرض الازياء بديت نشوف صغري على حسب نقول لك ما بديتش في بعرض الازياء بديت انا اصلا عارضه يعني انا كنلبس الحوايج وكيشوفوني الناس بحال اللي كنعرضهم. بالحق اول دخول كان عندي كان دخول فيديو كليب كان خالد صابري عيط كانت زينه اكرا هي هذيك بنت مع زيانه وبنت عملت شوتينغ وبنت فيديو كليب من تما وحنا ماشيين يعني من تما هما كيعيطوا كيدخلوا الناس كيبقاو يجيو كيقولوا لك تخدم معنا شوتينغ تخدم معنا عرض ازياء تخدم معنا اشهار تعملنا اشهار محل فتحنا محل داكشي وحنا ماشيين يعني تما من تما هذيك عيطنا هذا كيعرفنا هذا كيقولنا هذا. خدمنا مع فنان مشهور بالحق ما كلش في الواجهه بحق دابا نطمحوا ان شاء الله نكونوا في الواجهه ونكونوا وجه الاعلامي ديالو ونكونوا حنا في الشاشه الرئيسيه. حياتي الشخصيه هي الاولى عادك ندخلوا هذيك حتى في حياتي الشخصيه انا هيدا انما ما مسانسه بهذا الشيء هذا تقول لي تحرش كنقول لك مسانسه بحال شي قواد اسيع تحطها لي الصباح ولا يعني من حياتي من الصغر ديالي من الصغر من كنت صغيره وانا كنتعرض للتحرش من الدراري يعني انت كتعرف المدرسه كتجي اخرى كتبغي تضربك كتجي هذاك وحنا طالعين هيدا كاين ولكن بالنسبه نقول لك الاصل ده بحال انا نعيط مغني عيط مانكا او موديل وعايت حرش بيها هو هو عنده فيديو كليب لا اذا يكونوا فطورنا تما اذا نتينا خصك تفهم راسك وهو خصو يفهم الناس اما هو لا علاقه هو ما جيبك تخدم مشاكل هو اننا ولا كنا كنخرجوا بالليل ما كاينش بعض المرات ما كيكونش مع الناس باش نوصلوا للدار فحال غنقول لك دابا انا كيجوني خدمات بعيدين وكيكونوا خدمات مزيونين وما كرهناش نطلعوا نخدموهم بالحق كتجبر نتينا في الدار باقا صغيره ماشي باقا صغيره ما عندك لا طونوفير ما عندك لا هذاك ما عندك اللي عاون فهمتي كيقول لك باقي ما وشتي شي حاجه اللي تقدر تطلع بها يعني أيوة. ايوا خدم شي واحد شوزي عاد تشبر لك فلوس عاد خصك من هنايا وهاد تشبر هاد الفلوس المشكله هو واخا هاد تشبر ديك فلوس كيكون غير تشبر ديك فلوس وانتي مشيتي وبينتي وجهك لا ولكن حنا كنبقاو غير في الدائره ديالي في المضيق اي حاجه انا اصلا من ديك النوع اللي كنقدر ناكل اي حاجه تقدر تخرج لي في اللحم ديالي بحال هاد الايامات فحال الصيفيه لا كليت واحد مايونيز هادايا وهي بدات خارج لي الحبوب في اللحم انا على اللحمه ديالي حساسه اول حاجه كتخدم برودويس ديال الغلط اولا كتخدم برودويس ديال الشعر طويل الشعر كتخدم برودويس ديال الوجه التصفيه ديال الوجه كتحطهم في هذيك الشركه ديالك غنقولوا غنسميوها شركه ولا غنسميوها محل من تما غادا تطلع عندنا الناس هذاك هو المشكل ديالنا هو حنايا ما كاينش اللي يعاوننا فهمتي ما كاينش اللي يعاونك خاص بغي يعاونك غير تطلع وخا تعمل شي حاجه باسمك ما كاينش اللي يعاونك وعاد يسمعوك غير كيسمعوك غادي تعمل حاجه كيبداو ينوضوا لا ما تعملش الا هذه كتقلد هذه لا كتقلد هذه لا احنا بالعكس خصنا شي حاجه اللي تكون ديالنا واخا تكون عندك كل واحد والزهر ديالو كل واحد في عاد يطلع كل واحد والناس ديالو واخا ولكن الناس انا نقول من هنا ما بقاش يمد يدو لا انا ما كاينش شي كيضربني صراحه انا يمكن لي نضرب شي واحد ولكن هو بصافي انا ما كيعجبنيش يعني بقى فيا الحال حتى في الدار كيجبدوا يعني قلتي لي قبيله هما دابا واش قلتي لي انا في الدار يعني ما كيعاونوش انا شي ماشي اللي كيعاونوني شي هما باغين لي هذا الشيء هما باغين هما ما كرهوش نزيد نفوق ما كرهوش نزيد نعمل اي حاجه كيبغوها لي بالمزيان ولكن هما ما خبروش شي واحد الحاجه بانك تقدر تطيح في حاجه خايبه وتقدر تطيح في حاجه مزيان ولكن داكشي اللي عاش هو هما ما عشناهش حنايا فهمتي بقينا نعيشو حنايا داكشي اللي فهمت كل واحد وكيفاش وعاد واحد الحاجه اللي مذكره هو بنادم ملي كتشوف بنتك بدات كتعطي او لا بدات كتعطي كتطلع كيبدا يجي يهضر مور طهرك وديك الهضره اللي مور طهر انا واحد العائله عندي زعما مش غنقول لك ديك الهضره هي اللي ما كتعجبناش الا مشاو هضر فيك مشيتي فيه كيستغلوك في الفلوس كيشوفوك مشهوره اول حاجه كيقولوا هذه مشهوره عندها
عنده ونتين اصلا نتين اصلا كتطلع بهم نتين اصلا كخدم هذا الشيء هذا باش تطلع بالمدينه ديالهم باش يبقاو يجيبوا لهم السخره مزيانه باش يبقاو يعملوا لهم هيدا باش يدخلوا لهم جديد ماشي نتوما مطمورين بحال اللي مطمورين المدينه ديالكم ما معروفه شي هما هي كيشوفوك بديتي كتطلع كيقولوا لي خنزه فلوس خنزه فلوس صراحه باش خليني انا قلت لكم يعني دوزت من بزاف ديال الحاجات اللي ما قدرتي صافي نقدر نبقى نبان غير في السوشيال ميديا ديالي خصني بزاف نهضر كما هضرت دابا ورتحت وفهمت الناس وبزاف ديال الحاجات وصافي هادشي اللي كاين خصني يكون معايا ماشي اللي زيدي كتر عليا بحال كنتي واقف معايا وهذا كملنا انا وياك فهمتي الحلم ديالك الحلم ديالي ايه نجبروا واحد صدام مع بعضياتنا ما تزير علي ما نزير عليك فهمتي لكن انا بديت تزير عليا وتزير يلاه ما خلينا في الدار ديما انا كلشي اللي كاين